رجعنا لأجندة اليوم وفقرة جريدة اليوم. بفقرتنا لليوم بصرنا نرحب بالزميل الصحفي ميشيل أبو نجم. صباح الخير. بونجور لكم ولكل المشاهدين. أهلا وسهلا فيك بأجندة اليوم. رح مثل العادة نحن وياك نقرأ عناوين الصحف ونحلل شوي أكيد باللي عم بيصير على الأرض. نبدأ مع صحيفة النهار، عنونت حكومة المصالح الوطنية تترنح أمام الفضائح، إجراءات حازمة أو ثلاث نقط على الدولة السلام. بري يسأل كيف تم إدخال معدات الإنترنت غير الشرعي، سماحة يعود غدا إلى السجن ليكمل محكوميته المتوقعة بسبع سنوات. الصورة لفتة بالنهار إذا منشوفها هي مقارنة لعملية إزالة النفايات من منطقة الفنار إذا بدك، لكيف صارت الطريق من بعد ما راح كانت النهر الأبيض. شيء نعم مشجع، بس إن شاء الله نوصل لحلول نهائية ما نضلنا بسياسة الترقيع بالدولة اللبنانية. على كل حال بلشت الصرخة اليوم بالكوستا برافا من قبل مختار الشويفات، عم بيقول إنه نحن موعودين كنا بعد شهرين وبلشوا هلا في مطرح إن شاء الله ما نوصل للتمديد ثم التمديد ثم التمديد. هيدا المرض العصبي. صح. على كل حال منتابع نحن وياكم مع صحيفة السفير اللي رح نشوفها سوا، ملفات الفساد تتدحرج والإنترنت بين المغارة والمغامرة، جون بلاط الناس لا يصدقونني والمشنوق لا حصانة لأحد. هيدا مكب الكوستا برافا اللي عم نشوفه سوا، بدأ يعني تكديس النفايات اللي موجودة بأكياس، وهيدي الصرخة اللي طلع عليه باركينج باركينج النفايات. أنا برأيي الناس مش رح تصدق حدا، يعني مش مصدقة غالبية إذا بدك أو قسم كبير من هيدي الطبقة السياسية، لأنه نفس هيدي الطبقة السياسية اللي بلشت بعد الطائف بالتسعينات بسياسة اقتصادية ومالية خاطئة، ووضعت الأسس السياسية لسياسة الفساد والتفسيد وتجويف الدولة ونخرة، بستبعد أنه تقدر اليوم بظل ما يجري بالداخل وبالخارج وبظل هذه الانقسامات وشلل والتعطيل المقصود للدولة أنه توصل لمعالجة بالفعل جدية لمسألة الفضائح المتكررة ولمسألة الفساد. يعني منشوف مثلا الوزير جون بلاط اللي هو أحد أركان هذه الطبقة دائما مرات بيطلع باعتراضات على أشخاص معينين بالسلطة أو نقاش حول الفساد، شوي فجأة بتختفي من دون ساحر ساحر وتنسحب كل الأمور من أيام علاقته برفيق الحريري لهلأ. صح. يعني لا يزايدن أحد، ما بقى حدا يمر هيدي عبر تويتر ما مش معروف، ما بتقدري تعرفي. يعني دايما وقت الوزير جون بلاط بيهاجم حدا رئيس اللقاء الديمقراطي بتقولي لي وكيف وشو فيه صراحة، يعني بغض النظر إذا كانت مطالبه أو مواقفه محقة أم لا، بس لأنه عم بحكي عن قصة هذه عدم الثقة، قصة عدم الثقة بين الشعب اللبناني وبين النخب اللبنانية وبين هذه الطبقة السياسية، ما في يعني ثقة أنه راح تؤدي لمعالجات مضمونة لكل هذه الملفات، وخاصة مع بروز فضيحة تلو الفضيحة تلو الفضيحة يعني. بس كتير هالفترة مش ملاحظ؟ وما بعرف ليه كمان أنه بفترة أنه عم نشوف الشعب بفترة كان بغض النظر وين راح الحراك المدني، بس شفنا نبض معين، هذا النبض لازم يضل موجود، ونبض عند القوى بعض القوى السياسية الموجودة بالحكومة واللي رافع صوتها من زمان من وقتها ما رجعت على لبنان أو من وقتها ما رجعت الحياة السياسية لطبيعتها بموضوع الفساد. فعم نشوف اليوم أنه في هدوء شوي أو في يمكن ما بعرف مرات نوع من بين مزوجين الاستسلام أو التقاعس عن أو كمان بين تسليط الضوء عليها، أنه أوكي طيب الإعلام عم بيقوم بدوره مثلا، أنه عم بيسلط الضوء إلى حد ما على هيدي الفضائح، وين دور الشعب بالمحاسبة؟ وين دور القوى السياسية أنه تعمل تجديد بالنظام السياسي وتسحب هيدي قصة الشلل والتعطيل؟ مع انه اذا بدك تجي تحاسب اليوم بشو المحاسبه؟ من خلال الانتخابات النيابيه او الانتخابات البلديه. الانتخابات النيابيه تمديد ثم التمديد، رئيس جمهوريه بده يجيبوا رئيس جمهوريه مثل ما بدهم، انتخابات بلديه كمان في مخاطر رغم كل الكلام على الجميل انه عن اجراء وسعي القوى السياسيه، وان شاء الله انه بتصير، بس انه ما فينا نقول ببعض الكلام اللي عم يتسرب من قوى او شخصيات او نواب إنها حاصلة حكماً. على كل حال قبل شوي كان عندنا رئيس روابط المخاتير بلبنان عم بيقول كمان في مشاكل تقنية وفي مشاكل باللويح الشطب وبالهويات والإخراجات الأد وما في موظفين يلحقوا، يعني هيدي مشكلة كبيرة. منتابع مع الأخبار. صحيفة الأخبار عنونت أنقرة والرياض تفشلان أو تفشلان وقف
إطلاق النار في حلب وواشنطن تحاول احتواء الموقف، دمشق هدنة ثابتة أو حرب مفتوحة، وفي الصورة الأخبار في تدمر زنوبيا رغم كل شيء. يعني عنوان الأخبار اليوم إقليمي بامتياز. صح، لازم. زنوبيا عادت يعني شامخة إلى بس ولا خبر عنده بالعناوين محلي، مش قاري الوضع أو بالعناوين الصفحات. يعني أكيد، بس عم بحكي برا. دائما تتميز الأخبار بالعناوين يلي بتهرب عن كل الكلاسيك. لا مش غلط، لأنه اليوم الشأن الإقليمي والحرب السورية كتير عم تأثر، بس الفساد كبير بالبلد كتير عم تأثر على لبنان. لا عم تضوي عليها حرامي حتى ما لا ما عم نقول لا، بس عم بحكي بالعنوان برا يعني. بس بالموضوع السوري يعني خلص بفتكر الخطر اللي كانت داعش عم تسعى بامتياز لتكبيره خاصة من الناحية الإعلامية نعمل له حد بقصة تدمر، لأنه من خط دير الزور الرقة دير الزور تدمر وصولا إلى حمص وصولا إلى الحدود اللبنانية، هذا الخطر تم قطعه في النصف من خلال معركة تدمر. وأنا بس بدي أعمل استطراد صغير أنه اليوم هذه الأثار، أثار الحضارة المشرقية والمشرق، ستبقى بإذن الله صامدة يعني، وتعبر عن حضارة هيدا المجتمع الغني والمجتمع اللي بيعود بتاريخه لآلاف السنين. ما رح تقدر إيديولوجيات متطرفة تكفيرية زي البعد الثقافي من الموضوع الديني مثل الإيديولوجية اللي بتحملها داعش ومنظري داعش والبنى الفكرية والدينية لداعش، أنه تقدر تقضي على حضارة المشرق، على حضارة العراق، على حضارة سوريا، على حضارة أوغاريت، على حضارة لبنان، على حضارة كل هيدي رغم كل شيء منطقة، لأنه القصة كمان حضارية مش بس عسكرية. صحيح. أو سياسية إلى جانب حضاري. بموضوع أنقرة والرياض، طبيعي أنه كان وقتها صدر وقف إطلاق النار برعاية دولية، كان الجيش السوري على عم رجع يستكمل تقدمه وصار على بواب حلب، فطبيعي أنه تسعى هاتين القوتين الإقليميتين مع حلفائهم إلى أنه يجربوا يعدلوا بموازين القوة. بالعناوين الصغيرة الداخلية بالتحقيق بالصفحة 6 بصحيفة الأخبار، لبنان و WTO الانبطاح أمام بؤس التجارة الحرة، وأيضا بالتقرير بالصفحة 4 الحريري ينكث وعوده ولا قانون انتخابات، وبتقرير صفحة 5 فرنجي ومعوض يتفقان بلديا تحجيم التحالف العوني القوتي. وبصفحة 8 يعني تبعوا المثل اللي بيقول أنا وخي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب، هي هذه طبيعة القوى المحلية العائلية، أنه هي بتبقى محصورة بجانب معين، بينما الحزب منتشر بيبقى من النقورة للنهر الكبير ومن الأبيات للرماش. القوى العائلية بدها تحافظ على وضعيتها وعلى وجودها بالصراع السياسي، هذا شيء طبيعي. بس ان شاء الله انه بتكون فرصه هذه الانتخابات البلديه لتجري على اساس برامج حديثه وعلى اساس انماء، ومش بس فقط على الامور العائليه، مع احترامنا لخصوصيات العيال بالضيعه وتمثيلها وكل شيء يعني يعمل. طبعا بده يصير في خلافات طبعا. بالجمهوريه بصحيفه الجمهوريه اليوم بري من ادخل المعدات ومن غطاها، قمة بكركي لانتخاب رئيس، شو رأيك بعنوان بري؟ ما المشكلة انه الطبقة السياسية هي اللي لازم تجاوب، هي موجودة بالدولة، هي عندها بالقوى الأمنية، هي عندها بالقضاء. بعدين عم بيقولوا انه هذه قضية الانترنت بلشت تتلفلف او في احتمال للفلفتها او شكوك حول هذا الموضوع. طب خلينا نبلش من مسار مضمون، هو مسار اصلاح السلطة القضائية. يعني اليوم بشكل اساسي طبعا في شيء عند الامن بهيدا الموضوع له بعد أمني، بس في له بعد القضاء اللي هو بده يكفي. يعني بكل الدول في فساد، واليوم شفنا وثائق بنما واستقالة رئيس وزراء إسلندا وما إلى هنالك، بس هيدي الدول الكبيرة على اللي بيستقيلوا الدول العريقة بالديمقراطية بيبقى في ضوابط، إن كان على مستوى المحاسبة الشعبية على الصعيد السياسي وإن كان على صعيد السلطة القضائية اللي بتحترم حالها. إيطاليا معروف في فساد، إيطاليا منا فيها تعدد طوائف بس فيها فساد كبير وفيها مافيا، والقضاة الإيطالية قدروا حدوا من هالموضوع من خلال حملة الأيادي النظيفة. صحيح. وداش في قضاة إيطاليين بالتسعينات تعرضوا للاغتيالات. فإذا هيدا الموضوع محطوط عند القضاء اللبناني وعند الطبقة السياسية اللي طبعا مفروض أنه تعمل إصلاح قضائي، بس هي لن تقوم فيها. ما عجبك المشهد امبارح مثلا الوزير بطرس حرب قاعد حد النائب فضل لحد بعضهم، شو بس يظهر الوزير حرب ببلش يقوس على
طير على حزب الله كذا بالشكل اذا بدك بالاخر باخرة النهار من دون ما نفوت بالتفاصيل الفساد صار خطر وجودي مثله مثل الارهاب وفي ناس صار لها عم تصرخ وتضوي على هالموضوع وفي نخب كمان عم تعمل تقرير ومراكز دراسات بتحط مصاري ما عم يقدروا يقتنعوا العالم انه الفساد صار خطر وجودي يؤدي الى الغاء كيان لبنان يعني اذا نحن كنا بدنا نموت من وراء القمح والخبز والغذاء وفي قصه النفايات اللي بيعمل لك تلوث وبتموت من الامراض يعني كله موت بالنتيجه موت بعبوه بعرسال والموت بسبب السرطان يعني اللي سجل لبنان اعلى نسبه بالعالم بالعالم العربي يعني نحن كدورنا كاعلاميين او كصحفيين او بين مزوجين يعني ناس عادية أو ناس عاديين عم نضلنا نصرخ قدام هالناس إنه حاسبوا عندكم انتخابات بلدية حاسبوا انتخابات نيابية حاسبوا القوى السياسية هذا لازم نعمل ليش مش عم تعملوا انتخابات نيابية على أساس قانون عادل وأساس قانون تمثيلي بيمثل الكل قادرين نعد بعض قديش عنا قضايا عم تستوعب يا ما لما بتقعد فضايح عدد لما بتقعد عند الناس بنبلش بموضوع الانفينيت من القضايا ما راح تضلك قادر تعد بنروح لصحيفه المستقبل نايلسات توقف المنار وتنذر لبنان وحرب وجريج يستمهلان الحريري يطلق افعال لمحاربه الفقر والتطرف مهضوم الحريري اخر جريده قريتها قبل ما فوت لعندكم هي جريده اللواء وهيك ضحكت يعني وتقال محاربه التطرف يعني الفقر عفوا اللي هو ممكن يزيل بعض مسببات التطرف احدى مسببات التطرف بس جميلة العناوين البراقة والإعلامية والمؤتمرات اللي بتكون فيها النخب الاقتصادية والمالية بس أنا بدي أسأل خد مدينة مثل طرابلس ما تواخذني بمسلوة مليارديرية أو بيروت أو يعني بيروت مش كلها سوليدير مش كلها سانترفيلد شو نعمل مشاريع إنمائية تشغيلية صناعية بتأدي إلى تشغيل اليد العاملة وهالناس ما تروح تكب أنابل تدفع لها 20,000 ليرة لبنانية شو حدا يخبرنا شو نعمل مشاريع انمائيه بحكومه الرئيس سعد الحريري شو عامل بحكومه فؤاد جواب من الرئيس سعد الحريري وتياره السياسي اللي هو بيمثل سياسه اقتصاديه واضحه يعني من التسعينات لهلا هي التيار شو عمل لازاله الفقر عم نحكي اقتصاد عم نحكي اقتصاد بشكليات الاقتصاد ايه ماني خبير اقتصاد لا بس عم نحكي بالاقتصاد من التسعينات لهلا السياسة التي مثلتها الحريرية السياسية والطبقة السياسية المتحالفة معها لأنه مش بس الحريرية السياسية هي التي أدت إلى زيادة الفقر بلبنان ما ننسى ضرب النقابات ما ننسى ضرب الطبقات الشعبية ما ننسى دغري كيف بيتكتلوا وقتها بيصير في أي مطالبة بتصحيح الرواتب بتلاقي ما بقى تفرق بين مسيحي وبين مسلم وبين انقسامات سياسية انه والسياسه الضريبيه العادله وين انه اوكي اذا بدك تزيد ضريبه وين الضمانات الاجتماعيه بس نذكر لنذكر انه كم مره انطرحوا نواب التيار بخصوص يعني مشروع الرواتب للعسكريين وغيرهم بمجلس النواب ورفضوا تيار المستقبل وكانوا ما يحضروا الجلسات صح صح يعني بس بينسوا اللبنانيه لان بينسوا اللبنانيه شوي انه اليوم عم يطالبوا لا ما انا قلت يعني اول يعني ما سميت التيار بالاسم حتى ما نضلنا انه نحن موجودين على الاو تي في لا لا نحن بنحكي واقع لا لا سياسية معينة بس اليوم في قوى من 2005 أو من قبل 2005 عم تحذر من الفساد يعني والإبراء المستحيل والجنرال عون يعني شفنا مبارح آخر تغريدة له على تويتر كمان حلو كثير بس حتى نقول أنه المشروع مش لسعد الحريري لنائب روبير فاضل وتبني روبير فاضل وين يعني إيه بس تبني يعني هو عم قلك كلها طبقة مش عم قلك بس الحريرية أو تيار المستقبل ما تيار المستقبل في كتير فقراء وفي كتير من طبقات المتوسطة بس في منهجية اقتصادية وهيدي عالمية ومن أحد أفرازات العولمة وبجسدها بشكله الأكثر قساوة الرئيس فؤاد السنيورة والمحيطين فيه واتفقاء أنه الغني بيزيد غنى والفقير بيزيد فقر هذه هي السياسة الاقتصادية المال طبعا بجر المال. فما بدنا مؤتمرات إعلامية فقط قدام الصحافة ورنانة وقبل انتخابات شو بلدية شو إعلامي وقبل انتخابات بلدية بصيدا عم بيواجه تيار آخر هو بيمثل تاريخيا الطبقة الشعبية صح يمشي لنا إياها أكيد. بالبلد شبكة جونية تتفاعل ومحاصرة قضائية للمنار فضائية سوري محاصرة فضائية للمنار بالعناوين الصغيرة طارق يتيم يعترف هكذا
قتلت جورج الريف لزميل جابرييل مراد لتحقيق مصالحة سنية شاملة لميز عبيد، وهل تؤسس زيارة سعد للبزري لتحالف بلدي جديد محمد دهشي؟ أكيد بحاول يلملم لوراء كل الشيخ سعد بكل يعني استقباله لعبد الرحيم مراد كبير بعد غيبة طويلة أدت إلى انتقادات حتى بصفوف قاعدته الشعبية أنه يلملم الوضع الشعبي تبعه، خاصة أنه هو عمل كذا زيارة، زيارة للشمال وزيارة للبقاع، وبفتكر لمسنا أو سمعنا أنه ما كانت طبعاً الاستقبالات مثل ما كانت شعبية حاجدة، كانت تراجع الشعبية. معروف أنه بالساحة السنية في كتير لبنانية تعددية بالتمثيل السياسي، بس مش مبلورة على صعيد التمثيل النيابي. نحن بدنا قانون انتخابات ينقل هذه التعددية السياسية، لا تعددية بالتمثيل النيابي، مش بس عند الساحة السنية، بكل الطوائف، يعني عند المسيحية موجودة، عند لازم تكون موجودة عند السنة والشيعة والدروز، يعني لا يصير في توازن بلبنان. طبعا بهذه الحالة بده يحاول الرئيس سعد الحريري، انه رئيس الحكومة السابق، انه يلملم الساحة السنية، وهو مثل ما كتبت الزميلة هيام لصيف اليوم انه بده يجرب كمان اذا ما قدر يأجلها يحصل الأكلاف المالية تبعها. طبعا هو عم بمر بأزمة مالية واضحة، والسعودية عم بتمر بأزمة مالية كمان. يعني هو بالدعم تبعه، بس في خبر شحال. في خبر اليوم عن سعودي أوجي انه الدولة عم تدفع على هالشركة، انما الشركة قد ما عليها مستحقات من الموظفين عم بيوصلوا على البنك بيسحبوهم دغري المصريات. بقى مش من المشكلة، مش من الدولة بالسعودية، مشكلة من شركة سعودي أوجي. انا عم اقول بشكل عام كمان السعودية عم تمر بأزمة اقتصادية، حتى من عكس كذا شركة كبيرة عندها شركات وطنية العلاقة بالنفط وما إلى هنالك، وكمان ما تنسى أكلاف حرب اليمن والأكلاف سياستها الإقليمية اللي أخذتها هلأ. هي صديقتك اللي وقلك على اللواء اللي عم تقريها ابتسامة اليوم الصباح اللواء عنونت مثل ما سبق وذكرنا الحريري يطلق مشروعا ماليا لتحرير 1.25 مليون أكيد ألف لبناني من الفقر، وزراء عون لاشتباك حول أمن الدولة وأمن المطار، ومتورطون قيد التوقيف في الإنترنت غير الشرعي. محادثات جنيف تستأنف في 11 الجاري وكاري يعتبرها اختبارا لنوايا الأسد. المعارضة تقترب من دابق وتسقط طائرة للنظام وتأسر الطيار في تل العيس. حلوين العناوين اللي بحطون يعني بالصحف تبع على طيارة. يعني لاحظ نحن تعرف انه صحفي دغري من القطع كلمه اشتباك، انه هن جايين يشتبكوا عن الاشتباك، جايين بنيه المشكل، جايين يدافعوا عن حقوقهم. لا بيقلبوا الفعل دائما اشتباك. لا ودائما وزاره التيار استفزازيين دائما كذا. ولا والاحلى بعناوينهم بسوريا انه على طول عنده الخبريه انه المعارضه هي المتقدمه. لك هلا باخر يومين صار في شويه يمكن تقدمات ميدانيه، ما هيدي يعني مثل ما ذكرت الاخبار مزبوط انه انقره والرياض وفشلان فبدوا يحركوا المجموعات تبعهم تقدم. بس هذا انتبه بيفتح فرصة للجيش السوري انه هو كمان يرجع يطلق معركة حلب، لانه وقت اجى ليكمل معركة حلب طلعت قصة وقف اطلاق النار. يعني بيقدر هو يستفيد منها كمان ليكمل بموضوع ال مش عم نتمنى، عم نعكس سني شو عم بيقول. اكيد بموضوع بنما ليكس، اوباما يهاجم التهرب الضريبي وبوتين وكاميرون يرفضان الاتهامات، اوراق بنما تهز العالم وتطيح برئيس وزراء ايسلندا. بتذكرنا بوثائق ويكيليكس مع ادوارد سنودن. يعني غريب عندنا ولا وزير هيك حس انه هو مسؤول عن مش عم نقول له تيستقيل، لا بس انه يطلع يخبر الحقيقه مثلا مش استقيل. طيب شو رايك بموضوع يعني البيان اللي طلعه نائب فتوش عن مساله سفر الوزير ريفي لتمثيل لبنان بموسكو ب 11 شهر؟ يعني اعتبر انه هو مستقيل، لا يحق له انه يسافر بصفته وزير عدل، اعتبر انه تكاليف السفر كمان ضخمة الدولة مش لازم كمان هو ما بيحق له يصرفها، وثالثا انه هي اتهام ما بعرف سياسي انه هو ياما كان حامي تجار المخدرات، كيف رايح يمثل لبنان بمؤتمر ضد المخدرات؟ هلا بالقانون صراحة ما بعرف، يعني طبعا وزير فتوش هو دكتور بالقانون، بس بالشكل انه كيف لوزير مستقيل ان يمارس مهماته، حابب يعينوا الوزيرة شابطين انه هي مكلفة او وكيلة عنه وما الى هنالك، بس هذه جمهورية البدع،
جمهورية الأشياء الغريبة استقالوا ما استقال الغريبة العجيبة وهلأ لأنه في ما في رئيس جمهورية شفت كيف وفي شلل وفي تعطل الواحد بيقدر بيعمل اللي بده إياه حابب يرجع أخي شو بدكم بالشغلة أنت هو حابب يرجع ما تنسي أنه هلأ تحليل هذا ما أنه معلومات ما تنسي أنه الوزير ريفي آخر فترة يعني بوضعيته بالمستقبل منا كل هالقد وبرز تباين على القليل بالشكل بينه وبين الرئيس سعد الحريري يمكن حابب يرجع يعوم حاله إعلاميا شوف كل عناوين صحف التابعة على تيار المستقبل هي. مجلس الوزراء هل يغرق في مشكلة أمن الدولة الحريري حال الفقر في لبنان وصمة عار مزبوط وصمة العار هي السياسات الفاشلة هي سياسة تشحيط الناس ليعملوا سوليدار والإعلام المرتشي ما عم سمي حدا هو اللي وصمت عار على مزبوط ما حق الشر المشنوق حملة الافتراءات أعمال جرمية أسماء جديدة وتوقيفات واستنابات في ملف الإنترنت خامنئي يغضب فيغلق حسابات رفسنجاني على الإنترنت النباتيون أكثر عرضة للإصابة بالسرطان عجبك عنوان رفسنجاني مشي الشرق الأوسط ما رح نقريه طالما صراع ما في اعتذار كبير يعني. صراع خفي قديم بإيران بين مزوجين طيار بيقول انه اصلاحي وبين مرجعيه ولي الفقيه وحلفائه كمان يعني دائما في هذا التجاذب يعني وشخصيه رفسنجاني هي شخصيه محوريه بالسياسه الايرانيه وكمان في شخصيه يعني عليها اشكاليات تفضلي اخر صحيفه رح نقرا عنوانها سريعا البناء اليمن السعودية للتفاوض وبحاح ينقلب على الانقلاب وصاروخ تشكى حلب النصرة تخلع قناع الهدنة والجيش يستعد للحسم فضل الله يفتح ملف تسعير الانترنت وأداء الوزارة وأجيره طهران لتسوية سلمية بين أذربيجان وأرمينيا هلأ رح نروح للكاريكاتور كاريكاتور الجمهورية لليس غانم تحب الكاريكاتور طبعا يلا قري معنا إذا بتريد بس مش كاريكاتير الشرق الأوسط لا 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 أكيد نحن مقطعين ممدوء العناوين بانتظار نشوف شو رح يصير ما يهين الناس فرعون لكن ظلم في مؤسسة أمن الدولة المواطن عم بيقول ظلم بكل الدولة مش بس بالمؤسسة إيه بس في بأمن الدولة في معايير مزدوجة بالتعاطي مع الأجهزة الأمنية وما حدا يعني بتحس مرات في استئساد او استقواء على جهاز معين ما بتشوفها بجهاز تاني يمكن هو كمان اساسه منه شرعي ومنه قانوني يا معايير تطبق على كل الناس بدون ما نفوت بالتفاصيل يا مش معايير مزدوجة كرة بملعب رئيس الحكومة برأيك؟ يعني مثل ما كبر رئيس بري انه هو حكي مع البطرة لحام وحكي مع الوزير فرعون ونحكي بهيدا الإطار ولكن بس في صعوبات للمشاريع الحل المطروحة سواء على الصعيد القانوني أو سواء على الصعيد السياسي كمان بس مش مقبول يتعطل أي جهاز بسبب أنه هيك والله حدا ضابط بهيدا الجهاز قرر يعمل اشياء معينة بغض النظر إذا معه حق ولا لا يعني خاصة بأجهزة أمنية تتطلب وحدة القيادة ووحدة الأمرة الأستاذ ستافرو جبرة بصحيفة البلد الكاريكاتور هو الإنترنت في لبنان عم بينبش طلع له جواب حمية حرامية حتى نجرب أنا ما بتوقع نتائج إيجابية لملف الإنترنت بلش يعني متشائم بهذا الموضوع آخر كاريكاتور لأرما حمصي بالنهار تشكيك أو تفكيك شبكة الإتجار بالبشر مثل ما عم نشوف عم بيفككوا الخيط بينما من تحت مش قادرين نعمل شيء طب كمان ليش طولت هاي الشبكة اللي كشفوها ما في كمان علامات استفهام ترسم حتى ليش هلا عم بقولوا انه محمية وفي كذا شخص من وراها ونافذين انه نشيل الغطاء عنهم يعني هلا في علامات خلص هلا بكره بيطلع لنا فضيحة تانية بننسيها ما هلا عم نقولوا انه الفساد صار خطر وجودي على الكيان خلص بتسكر من هون بتطلع من هون والفضايح هي عم بتعري اذا بدك انحلال الدولة بلبنان هيدي اللي جوفوها من التسعينات رغم كل الصراع السياسي بالخمسينات والستينات والسبعينات وحتى بايام الحرب كان في حد ادنى كان في ايتيك بين المسؤولين السياسيين كانوا يجربوا الزعماء يبعدوا شوي عن قصة المال هلا لا في روادع ولا في حياة ولا في اخلاق ولا في إذا فينا نقول لا عسبك تفهم صرخة الجنرال عون 2005 لهلأ اللي هو طرح مشروع محاربة الفساد والإصلاح الهيكلي والبنيوي بالدولة اللبنانية تفهمي ليه بال 2005 يطرحها وسواء إذا بدك بالخطر الكياني يعني مثل ما عالج قصة أو تبنى سياسات تفاهمية على صعيد لبنان أو على صعيد العلاقة بسوريا ابتداء من 2005
كمان الموضوع الفساد هو صار خطر وجوده وخطر على كيان لبنان ووجوده. بدنا نشكرك زميلنا ميشيل ابو نجم. اهلا وسهلا فيك. مبسوطين وقتها نكون يا اهلا وسهلا فيك، شرفت اجندا اليوم. بريك وبنتابع الفقره الاخيره من اجندا اليوم.